هل يجوز ان اصلي الوتر جماعة مع اهلي في البيت يوميا؟ لا بأس بذلك، صلي الوتر في بيتك هذا أفضل، صلي ما تيسر لك قبل الوتر من صلاة الليل وتختم بالوتر، وإذا صلى معك أهلك اقتدوا بك فلا بأس بذلك، وليس هذا من باب الجماعة، إنما هذا من باب الاقتداء. المرأة لا تشكل جماعة مع الرجل، الجماعة أقلها رجلان فأكثر، فالمرأة إذا صلت وراء زوجها أو أخيها أو محرمها فهذا ليس من باب الجماعة، وإنما هو من الاقتداء فقط. نعم.